أبناؤنا التلاميذ امتحنوا إلا فيما تلقوه حضوريين على مستوى المؤسسة التعليمية، ولم يمتحن أحد في موضوع لم يتلقاه حضوريين في مؤسسة الدراسة. وتوجه من خلالكم كذلك إلى رؤساء المؤسسة التعليمية مديرين الثانويات الذين ستعلق هذه القوائم أن يخصصوا فضاءات واسعة ويحرصوا شخصيا هذا المساء على عدم وجود اكتظاظ على هذه المؤسسات، وهذا أمر مهم جدا ويدخل في إطار الإجراءات الاحترازية والإجراءات الوقائية.